التلوث الداخلية في أنتم في اللقاء مع العارفين فما من أجل ضم نجم العين الإماراتي عمر عبد الرحمن المربي. مشاهدينا للموجز الاقتصادي. شيء ماشي جاي قليل، لكن جاي ما فيه فلوس وما فيه سهرة وما فيه هب الجميع لاستقبال الزعيم صالح بن يوسف عائدا من القاهرة. أكثر من 15,000 شخص حضروا المطار على رأسهم الزعيم بورقيبة، مستبشرين بعودة الزعيم الثاني للحزب الدستوري الجديد.